كشفت دراسة الهجرة الدولية للثروات عن تراجع أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي بنحو 23%، لتحتل بهذه تركيا المرتبة الثانية عالميا بعد فنزويلا ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات. وخلال الدراسة احتلت تركيا أيضا المرتبة السابعة من بين 20 دولة ضمن أسوأ أداء لأسواق الأصول خلال الفترة بين عامي 2008 و2018.